ليالينا إلى مكانة كتير خاصة بتذكرني بليالينا الحلوة بالشام يلي إن شاء الله بترجع. حبكة الحكة ورسمة القصة وعرفت كيف تجيبها. شو هالجمال، شكراً مرتجى، شو هاللعب الحلو اللي عم تعمليه. شكراً ماروت، شكراً. أنت شعرتك مجروحة لأنه بعرف قدي بتحبني وأنا قدي بحبك. إن شاء الله أكون مثل ما عم بتقول، ويا رب يعني كل شاب وصبية متمنين فريدة بحياتهم. عن جد؟ تغيريننا، غير لكم حياتكم. ايه ممكن، بس بلحظة من اللحظات ولا لا فريدة بتصير بحاجة لفريدة تعمل شيء بحياتها. أي أخبار حلوة. بس عن جد الكيمياء بينك وبين نور علي، صدقنا أنه نور هيك كنت هلأ عم قلها أنه كيف عم تسيطري بطريقة كتير حلوة على الكاركتر يعني، وكيف عم تقدمي نور، أنه كيف عم تواجهها، يعني شيء بيشبه يعني تغيير جذري بالشخصية. ايه هلا الشخصيات هيك اثنين. نور ممثلة مطواعة، ما كانت عم تشوف فريدة، ما عم تشوفها شكران، وانا عم شوفها سما، ما عم شوفها نور. ففي فصل، حالة فصل، انه لمصلحة الشغل، لمصلحة الادوار اللي عم نعملها لازم نعمل هيك، فلازم نكون مطواعين فليكسبل مشان تطلع النتيجة مثل ما طلعت ان شاء الله واحسن. بعد عمي سوري، انا يمكن زودت عليك شوي. هدي بليز، هدي بليز. كان بعد تاريخ طويل وبطولات كثير حلوه بسوريا، هي اول تجربه بالدراما المشتركه، شو بتلخصيها للدراما المشتركه بعد ما لعبتي فيها؟ تجربه كثير مهمه، متعبه وممتعه، في لها كثير تفاصيل الخاصه اللي ممكن ما تلاقيها بالدراما يلي انت متواجد ببلدك فيها. بتتعرف على ثقافات جداد، بتتعرف على ناس جداد، بلاد جديده، يعني هي مثل، انا بالنسبه لي لك شو كانت اليس في بلاد العجائب. شكراً في بلاد العجائب، عم بستكشف كل الوقت، وأنا عندي إياها هي متعة المغامرة، وكتير مبسوطة. أطول مدة بتغيبي عن الشام؟ الشام إيه، هي كانت من أحد الأشياء اللي كتير أتعبتني وأرهقتني، بس لا شك إني أنا كتير مبسوطة وكتير الحمد لله أنه أنا كنت بهي التجربة. شكراً أزيائك، أنا كل ما عم تطلع بمشهد عم بلقط على جوجل أشوف منين جايبتيهم، شو حلوين الأزياء. أكيد في ستايلز مرتين تبدلنا، اسمها روم الجهة اللي كانت عم تلبسني، مع صبية اسمها أيلول وقدير الشباب، وكمان في مجموعة أولى سراب ومجموعتها. هلأ بعد 10 حلقات بعتقد بيتغير، بس أنا حاطة يعني أنا كان دائماً كان في إلي التاتش الأخير، واللمسة الأخيرة كان لابد منها، وخاصة بقصة الإكسسوار يعني، فكان دائماً في هي هي تبع. والصراحة كتير لابق لك شكراً، وكتير مبسوطين فيكي، إلك فقدة برمضان كتير كتير كبيرة، فانزك هلا كلهم عم يبعتولي إنه إلا إلك فقدة برمضان، كله اشتاقوا لك برمضان. أنا اشتقت لهم، وأنا هيك أول كم يوم برمضان كنت كتير غاصة وزعلانة، لأنه أول مرة بثلاثين سنة أنا أول ما طلعت بخان الحرير، فهي أول غياب، وبالعادة عملين ثلاثة، ولكن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بالنهاية أنا اشتغلت عمل كتير مهم كتير كبير، وحظي الحلو إنه طلع دغري بعد رمضان، وحلو إنك أنت أحيانا تقعد بكرسي المتفرج، وحلو إنه الناس تشتاق لك حقيقة. يعني هلا بقول لا منيح اللي هيك صار، والا تخيل طالع دغري بعد انا كنت مثلا عملت لي شي عملين كانت الناس بدها تقوله، اما هيك عم تقول لا اشتقنا لك. كل الحب لك، شكرا وموفقه بكل خطوه، لانك دائما بتبهرينا بالشغلات الجديده. شكرا لك، وشكرا لجيتك ماروت، وانا انبسطت اني شفتك، وشكرا لليالينا. ليالينا لها مكانه كثير خاصه بتذكرني بليالينا الحلوه بالشام يلي ان شاء الله بترجع، وهلا ليالينا بدبي يعني ما في فرق. شكرا.